خلينا ننتقل لخبر بيتكلم عن ان حديقة الأرمان النباتية في الجيزة بتستعد دلوقتي لانطلاق مهرجان العسل المصري اللي هتبدأ دورته الثالثة النهاردة بعد أقل من ساعة. المهرجان بيقام تحت شعار ذهب مصر السائل، هيستمر لمدة 4 أيام ويساهم كمان في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، ده بالإضافة طبعا للتعارف ما بين منتجين العسل لخلق فرص للتعاون المشترك وفتح كمان آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية وغيرها. خلينا دلوقتي بينضمنا على الهاتف الأستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب. بنرحب بحضرتك يا فندم على هذا الصباح وعلى اكسترا نيوز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. طبعا احنا كنا بتكلمنا من فتره طبعا عن تجهيز لهذا المهرجان واهميته وفكره انتاج العسل النحل وتشجيع النحالين وتشجيع المزارعين ايضا للاتجاه لانتاج النحل، وان شاء الله ان شاء الله في الفتره القادمه بالتاكيد ندخل في فكره التصدير. لو في الاول حضرتك تكلمنا عن المهرجان وعن المشاركين فيه وعن يعني تفاعل الناس مع وجود هذا المهرجان. تحياتي لحضراتكم جميعا. مهرجان العسل المصري بدورته الثالثه بيقام من 24 ل 28 نوفمبر في حديقة الأرمان في الجيزة. المهرجان السنة دي تحت شعار ذهب مصر السائل، وده للفت الأنظار للقيمة الغذائية لعسل النحل، وإن احنا عايزين نوصل رسالة للمجتمع المدني إن احنا يكون عسل النحل غذاء ودواء وموجود على مائدة كل أسرة مصرية يوميا وليس فقط للدواء والعلم. وده هدف المهرجان هذا العام. بيشارك في المهرجان السنه دي اكثر من 100 عارض. عندنا اكثر من 4 أو 5 دول عربيه مشاركه في المهرجان. المهرجان تحت رعايه وزاره الزراعه المصريه ووزاره البيئه ووزاره الصناعه ووزاره السياحه ومجلس الوحده الاقتصاديه العربيه. طيب المهرجان اتفضل يا فندم. المهرجان السنه دي هي فرصه كبيره جدا للنحالين ان هم يحضروا المهرجان، لان قسم بحوث النحل بوزاره الزراعه عامل ندوات للنحالين لتوصيل رسائل جديده للنحاله الحديثه واعمال النحاله الحديثه، فان شاء الله يكون شيء مميز وموفق هذا العام ان شاء الله. طيب استاذ فتحي، بنتكلم على ان الدوره الثالثه لهذا المهرجان هتبدا يعني بعد اقل من ساعه، وبنتكلم كمان عن نجاح كبير خلال الدورتين الماضيتين. طيب امتى نقدر نقول ان المهرجان الجاي ممكن يكتسب صفه الدوليه او ممكن يكون دولي او يكون في مشاركه كمان عالميه؟ احنا بالفعل بن 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 ان شاء الله نرتقي بالمهرجان ان هو يكون عالمي، ولكن جت جائحه كورونا في خلال العام الماضي اثرت علينا بالسلب جدا ان احنا نجيب مشاركين اجانب، ولكن كان عندنا العام الماضي وهذا العام مشاركين عرب، لكن ان شاء رب العالمين نوصل للمهرجان بالعالميه، ودي رساله اخرى ان احنا هنوجهها للعالم كله على اهميه وجود عسل النحل المصري واهميه جودته لفتح اسواق جديدة تصديرية لمنتج عسل النحل. ده هيعود على قطاع تربية النحل في مصر بالرخاء والنماء، ويعود على الاقتصاد المصري بالتقدم والرخاء إن شاء الله. إن شاء الله. طيب لو النهاردة طبعا أول الأيام كده صح يعني أستاذ فتحي، النهاردة أول أيام وجود المهرجان، لو حضرتك تكلمنا عن العارضين ووجود يعني كم حد متواجد، هل بدأت الزيارات؟ يعني اللي أنا شايفها هنا وكم الناس اللي موجودين من بدري وكم العارضين والفرحة اللي موجودة، هو يوم عرس ويوم عيد فعلا بالنسبة للنحالة المصرية وبالنسبة للمستهلكين، يعني حاجة قيمة جدا جدا جدا. يعني أكتر من 100 عارض ما بين نحال وشركات متخصصة وشركات تعبئة ومصدرين، وأكتر من يعني عايز أقول لحضرتك 4 أو 5 دول مشاركة عربيا إن شاء رب العالمين، يعني حاجة مميزة جدا، وهنطور ونبعت لحضراتكم تشوفوا إن شاء
الله ان شاء الله. طيب استاذ فتحي، يمكن يعني جائحه كورونا زي ما كان ليها اثار سلبيه كتير وليها اضرار كتير، ولكن ايضا كانت يعني ممكن رب ضره نافعه يعني في فكره هذا المهرجان، فكره ان اهميه العسل وقيمته المناعيه واستخدامه كغذاء مهم جدا. ازاي ساعدت هذه الفكره او هذه الجائحه التي يمر بها العالم دلوقتي على زياده القيمه والميزه التنافسيه في هذا الصدد؟ يعني هو زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، احنا رسالتنا في مهرجان العسل المصري دلوقتي ان احنا نقدم عسل النحل كغذاء ودواء صحيح، يكون موجود على مائده الاسره المصريه يوميا، زي ما احنا مضطرين اذا كان عندنا شيء معين او بناخده علاجيا او كلام من ده. هي دي رساله المهرجان، ان احنا دلوقتي المستهلك لما هيجي يدوق العسل ويشوف انواع العسل المصريه اللي موجوده ومدى جودتها ومدى الضخامه والفخامه اللي هي موجوده فيها العسل المصريه، هي دي رسالة كبيرة جدا من المهرجان أو من نحالين مصر للمجتمع المدني والمستهلكين على قيمة العسل المصرية وجودته كمان. أكيد يعني بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى لي هذه الدورة طبعا مزيد من التقدم والنجاح. أستاذ فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.